وصفتنا النهاردة ملهاش وصف غير إنها حاجة لازم تجربوها. النهاردة هنعمل افتكاسة جديدة، تورتة الأوريو. تعالوا بينا نشوف هنعملها إزاي. في بول هنحط كوب كريمة خفق ونضربه بمضرب البيض، وعليه كوباية سكر ناعم، وهنضرب مرة كمان ونكسر الأوريو عليه ونقلب. ودلوقتي هنجهز بودنج الشوكولاتة بتاعنا. في كسرولة هنحط كوباية لبن وعليهم كيس كاسترد وكوباية كاكاو خام واربع معالق كبار سكر، ونقلبهم كويس. بعد ما قلبناهم هنفتح عليهم النار. ودلوقتي هنرص التورتاية بتاعتنا، وهنحط طبقة كريمة ونرص فوقيها طبقة أوريو وعليهم طبقة بودنج شوكولاتة وطبقة صوص شوكولاتة، وهنزينهم بباقي الكريمة اللي عملناها، وهنكسر عليها شوية أوريو، وهننزل بصوص الشوكولاتة. أنا كده خلصت افتكاستي النهاردة. ما تنسيش تحطيها ساعتين في التلاجة، من النهاردة مفيش دايت. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.